هسه طلاب راح نبلش بالمحاضرة، هسه 5 دقائق فاتت. التجربة اليوم synthesis of para nitro est analyte from est analyte electrophilic aromatic substitution، يعني تعويض مجموعة الكتروفيل على الحلقة الأروماتية. تفاعل كورس، كل تجربة تفاعل. هاي التجربة بها جزئين، هذا الجزء الأول هي في الحقيقة 3 أجزاء، بس هاي التجربة جزئين، هذا الجزء الأول والأسبوع القادم الجزء الثاني. يعني إحنا مو نشتغل هاي التجربة، الرسيديو الراسب نحتفظ به للجزء الثاني، يعني مو نسوي عليه كشف. هذا الراسب اللي يطلع عنا بهذا الأسبوع راح نحتفظ به الأسبوع القادم، نجري عليه الجزء الثاني. الجزء الثاني وبسهل وبسيط، هسألكم إياها بطريقة سهلة وبسيطة. البيربس، الغرض من هاي التجربة. The objective of this experiment are to learn nitration of astenolide as an electrophilic aromatic substitution reaction. Nitration على الاستنلايد، مركب الاستنلايد نسوي عليه nitration، وهو يعتبر من electrophilic aromatic، تعويض الكتروفيلي على الحلقة الأروماتية. أنتم ماخذين النيتريشن على حلقة البنزين، هنا نفسها بس على مركب الأستنلايد تعويض نايت. هسه الانترودكشن، الكتروفيليك أروماتيك سبستيوشن EAS، الكتروفيليك أروماتيك سبستيوشن EAS generally occur because of the high electron density، الكثافة الإلكترونية العالية على الحلقة الأروماتية. Because of the high electron density of the aromatic ring during EAS reaction, electrophiles are attracted to the ring by system and the protons serve as leaving group. تفاعل شلون يتم؟ هذا الكاشف الالكتروفيل يبحث على الالكترونات الموجودة في الحلقة الأروماتية by electron ring by system تعرفون، والبروتون مو تدخل، البروتون سيرف از ليفينج جروب، من يتعوض الالكتروفيل حتى نعوض عدد ذرات الكربون 4، الكترون بروتون سيرف از ليفينج جروب. واضح؟ اذا ينوجد من اكو الكترونات، الكتروفيل ار اتراكت تو ذا رينج باي سيستم از بروتون سيرف از ليفينج جروب. equation number 1. هسه المعادلات، عندي ماخذين nitration of benzene هو نفسه، عندي مركب اسمه الاستنلايد ال HNO3 وال H2SO4 ال NO2 على حلقة البنزين. من يتكون nitrating mixture؟ هو عبارة عن حامض النتريك زائد حامض ال H2SO4، يتكون حامض قلق اسمه حامض النتروز. هذا حامض النتروز هو المحولة والجهاز اللي يعطينا النيترونيوم أيون، وهاي المعادلة واضحة أمامكم. عندنا هنا حامض النتري وهنا حامض الأشتوت، هذا الحامض النتروز قلق يتفكك يجهز لنا بالنيترونيوم أيون هو الإلكتروفيل. إيش هذا النيترونيوم أيون على حلقة البنزين؟ هاي الباي سيستم باي رينج، يدخل هنا تظهر الشحنة الموجبة، يعني عندي زيادة، فش أسوي؟ هاي الشحنة تكون أكثر استقرارا، من عندها أكثر من موقع إلكترون، هنا 1، هنا 2، هنا 3، يعني هذا المركب يصير. فش يسوي بالأخير؟ H2SO4 ناقص يسحب البروتون، يصير هذا المركب، يصير النيتريشن. واضح طلاب؟ هو هذا النيتريشن، هاي ماخذيها انتو. هسه احنا in this experiment، اعيدها بس صورة ما
هذا يعطينا نايتريتد ميكستشر، هو عبارة عن حامض النتريك زائد ال H2SO4 يعطينا نيترونيوم ايون، هو هذا الالكتروفيل. عندي الكثافة الالكترونية باي الكترون سيستم، يعني بيها كثافة الكترونية، شحنة الكترونية، يدخل على الموقع اورثو والموقع بار، تعويض بالموقع اورثو والموقع بار. عندي هنا الشحنة هاي اللي تتكون الموجبة من أكثر تتحرك أكثر من موقع، يعني المركب مستقر يتكون ينتهي ويتكون من الشحنة تتوزع أكثر من موقع، هو هذا بما معناه الرزوناس، الرنين بها رنين رزوناس، يعني الشحنة مش شيء ثقيل يشيله أكثر من واحد، هذا يعني عندي مركب يتكون. بس ال HSO4 وينقص الهيدروجين وترجع الحلقة متوازنة، يسحب ترجع تختفي الشحنة. انت مو موضوعكم بس تعرفون هاي كيمياء، تعرفون شلون يصير. In this experiment you will put a nitro group on the benzene ring. هنا هذا مركب الاستنلايد، هذا مركب الاستنلايد ذيك على حلقة البنزين، هذا عندي استنلايد بي ان اتش سي او سي اتش 3، مسوي له اسيليشن، مجموعة الاسيليشن سي او سي اتش 3 هو انيلين، انيلين الاصلي، مسوي له سي او سي اتش 3 بوجود الاسيتيك انهايدرايد وصاير مركب اسمه الاستنلايد. كونسنتريتين اتش ان او 3 زائد كونسنتريتين اتش 2 اس او 4 عندي يعطيني الميجر برودكت بموقع بارا والماينر برودكت بموقع اورثو. حلقة البنزين الميجر اورثو بارا، بس هنا أنا فقط الميجر بارا نيترو استنلايد والماينر هو اورثو نيترو استنلايد. شنو السبب؟ هاي خاف تقوم بالمصادر. The reaction is electrophilic substitution reaction and the natronium ion is formed is directly toward ortho and para position due to the steric hindrance. يعني شنو الإعاقة الفراغية؟ الإعاقة الفراغية بالموقع ortho position the natronium electrophilic is directed more toward para position, therefore para product is major. شنو سبب البارا برودكت ميجر؟ عندي بالموقع اورثو اعاقه فراغيه فيكون ماينر، ففقط الميجر بالبارا برودكت، هذا السبب. ليش هذا ميجر؟ ماخذيه بالفينولات. هسه عندي ملاحظات. During addition of nitrating mixture عندي حوامض مركزة هي H2SO4 HNO3 راح أضيفها على أول مرة استنلايد أذوبة بمذيب ملائم وسط ملائم هذا التفاعل هو اسمه الجليشال أسيتيك أسيد، بعدين أضيف له النيتريتينج ميكستشر. The temperature of the reaction mixture should not raise above 10. تعرفون حوامض مركزة من نضيفها ترفع درجة الحرارة، فأنا ما أريد درجة الحرارة تصعد عن 10. شنو السبب؟ لأن درجة الحرارة راح تسوي dynitrating، يعني البرودكت بموقع نيتروجين أكثر، أنا أريده بس بالموقع بارة. سوي لي if the temperature get too high you will start getting dynitrated product. صار عندي مركب باثنين نيتروجين، انا بالتفاعل اريد شغلي بس نيتروجين واحد انا او تو وحده بالموقع بار. Addition of a few nitric acid should be done drop wise. شنو السبب الدروب وايز؟ عندي ملاحظه. The nitrating mixture is extremely reactive, فعال. We add slowly drop wise in order to keep the natronium ion concentration low. حتى نحافظ على تركيز النيتريشن الـ NO2 low، حتى يرسن low يتفاعل، low يتفاعل. And avoid polynitration of the ring. البلمرة. Avoid البلمرة. Cold temperature slow down the reaction rate. سرعة التفاعل تكون بطيئة. Slow down the reaction rate and also help avoid other nitrate, over nitration. Nitration على أماكن أخرى. Do not inhale the vapor of nitric acid as they are
very cool, receiving in nature additional. ايه من الشموع راح يأذي الأنف مالتكم، فلازم ما يشمون البخار مالته، الإضافة تكون بالهول. Addition of nitrating mixture may preferably be done in a fume keyboard. يعني تكون دقيق، هو احنا ما عندنا إضافة هواية، هو واحد مول، واحد بواحد يعني بساعة تصير الإضافة. هسه الأدوات اللي أحتاجها، جليشر أسيتيك أسيد سولفنت يذوب الأستنالايد، أستنالايد مركب، كونسنتريتد اتش او اس او 4 كونسنتريتد اتش او اس، هي المواد اللي نحتاجها. الماتيريال كونيكال فلاسك احنا بيكر عندنا، بيكر ناخذ ميجرنج سلندر حتى للقياس، تيست تيوب، فلتر بيبر. هسه البروسيجر، البروسيجر اول شيء بالبدايه انا اخذ تيك 100 مول كونيكال فلاسك اند اد 5 جرام اوف باودر استنلايد، احنا ما راح ناخذ، راح نقلل، راح ناخذ 1 جرام، راح ناخذ 1 جرام من الاستنلايد، اخذ بيكر اخذ 1 جرام من الاستنلايد اند اد 1 مول اوف جليشر اسيتيك اسيد اند ستير ذا ميكستشر باي ذا يوز اوف جلاس ووتر. أول شيء أذوب المركب مالتي الأستنلايد حتى أسوي عليه التفاعل، أضيف له هو 1 جرام، أضيف له 1 جرام أوف جليشر أسيد. إذا شنو بنسألكم سؤال اختيارات، شنو الجليشر أسيتيك أسيد؟ تقولون سولفنت نذوب الأستنلايد، أستخدم ميكشر باي ذا يوز أوف ذا جلاس وول. هسا البيكر الثاني أحضر بيه، أو هو تيست تيوب كميته قليلة، أحضر نايتريتنج ميكشر، هو عبارة عن حامض النتريك زائد حامض ال H2SO. بليس هنا نص مول، لا 2/5 تقسيم 2/5 20 يعني 4 قطرات يعني 0.4 يعني نص مول من النيتريك أسيد إن أكلين تيست تيوب. أول ما أضيف نص مول وتحطه بفريزنج ميكستشر آيس أند سولت، وبعدين دروب باي دروب تضيف نص مل من ال H2SO4. إضافة تتم تقريبا 3 مرات، 3 أقسام تقسمة، تضيف النيتريك أسيد وتضيف عليه ال H2SO4 والإضافة، تقسمها 3 مرات تحت الثلج، تحت الثلج الحامض النتريك بالثلج، وتضيف إضافة 3 مرات إلى أن تخلص نص مل بنص مل. بعدين اللي باقي هو هم نص مو نص مول، الباقي 2 يمكن نص مول يعني 1، اي باقي هم نص مول، اد ذا ريمينينج. هسه اضبطلكم احنا اخذوا على هاي الارقام، اد ذا ريمينينج 8 مول، هذا ايش يبقى من ال H2SO4 مول، فت سويت النايتريتنج ميكستشر يبقى باقي، شو تضيفه؟ تضيفه للمركب جليشر اسيتيك اسيد والاستنلايد، هذا ذوبناه بالبدايه، مو اخذنا البيكر ذوبنا الاستنلايد، وسط المحرار عندكم وضيفه مباشره، هم دروب باي دروب، هم 3 مرات يعني كل مرحله 3 مرات. بعدين هذا البيكر هذا ضفناه ل H2SO و H2SO، دروب درجة الحرارة لازم ما تصعد عن 10 بمحرار. To the cooled content in the flask add nitrating mixture prepared in step 2 drop by drop with constant stirring تحريك. During addition, the temperature of the mixture should not raise above 10. This operation should take about 5 دقائق هنا، لأن أنا عندي نص مول ما أخذ نص فتر، فأني 5 دقائق كل شغلي 5 دقائق. فأول شيء بالبداية ذوب الأستنايد بالجليشر أسيتيك أسيد وتعوف البيكر،
تست تيوب تاخذ نص بنص تحضر نايتريتنج ميكستشر، هو عبارة عن HNO3 زائد H2SO4، والإضافة هم دروب باي دروب تحت الثلج، النايتريتنج ميكستشر تحت الثلج. بعدين هذا البيكر الأول أبو جليشر أسيتيك أسيد وأستنولات شضيف له H2SO4 هماتين تحت الثلج، وأراقب درجة الحرارة، وراسن التم العمل نص مول يعني ما تطول 5 دقائق. بعدين هذا البي H2SO4 وجليشر أسيتيك أسيد وأستنولات أضيف له نايتريتنج ميكسر ويتم التفاعل لدقائق 5 دقائق. بعدين ورا ما أضفت الإضافة وانتهيت البيكر الأول، البيكر الثاني على الأول، remove the conical flask from the freezing mixture and allow it to stand for، هنا ما عندي 13 minutes، عندي ربع ساعة فقط، ربع ساعة أو أقل حتى من ربع ساعة يتكون 10 دقائق، لأن ما أخذ بس نص آني. فعشر دقائق أو ربع ساعة remove the conical flask from the freezing mixture، ترفع من الثلج وتعوفه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ربع ساعة at room temperature. بعدين ورا هاي الربع ساعة تحضر ثلج بيكر وبور the أصبه على الثلج. Pour the content of the flask on the crushed ice taken in a beaker. Stir it and filter the crude product. Wash thoroughly with cold water to remove the acid. فسواء ما ضفت الإضافة، شو أسوي؟ أترك التفاعل بدرجة حرارة الغرفة بدون ثلج لمدة ربع ساعة. Remove the conical flask from the freezing mixture and allow it to stand for 13 minutes at room temperature. بعدين أصب محتويات هذا البيكر on crushed ice، ثلج أو ماء بارد. Pour the content of the flask on the crushed ice taken in a beaker. Stir it and filter the crude product. Wash thoroughly with cold water. مترسب. بعدين اغسله. Wash thoroughly with cold water to remove acid. يعني رسب. Stir it and filter. مو تفلتر، تسوي washing بكمية قليلة من الماء حتى تتخلص من الأسيد الزايد. واضح؟ هسه recrystallization بس أشرح لكم يا إحنا ناخذ التجربة شو يطلع عنا، نشتغل عليه التجربة الثانية الجزء الآخر من هاي التجربة الأسبوع القادم أشرح لكم يا بس أشرح لكم recrystallization هذا إذا مشتغلين ما خلو ريكريستلايزيشن. هسا إحنا ذاك الأسبوع أنتم ما ضبطتوها ريكريستلايزيشن، مظهر الكوارة يعني سائل وتظهر البلورات، هنا أنا لا، يظل الصلب، يظل الصلب كرود بروتك بس يذوب المركب الآخر. هذا ليش دا أسوي ريكريستلايزيشن؟ عندي ميجر وماينر بروتك، عندي اورثو ناترو ليش بدنا نسوي ريكريستلايزيشن؟ هاي اسئله كلها. عندي ميجر برودكت هو بار نايترو استنولايت، وماينر برودكت هو اورثو ناترو استنولايت، انا اريد بس الميجر فاسوي ريكريستلايزيشن. شلون؟ Dissolve the crude product obtained above in about 20 ml of methylated separate methanol. Warm to get a clear solution. أحط المادة الصلبة مالتي، أصب أسخن. Warm to get a cool the filter in ice. بعدين شو نسوي؟ want to get a clear solution. Filter while hot and cool the filter in ice. نبرد الفلتر بالآيس. Ortho nitroestanolide goes in the filter while para nitroestanolide is obtained as a colorless crystals on the filter paper. واضح طلاب؟
أسمن أذوبة أني هذا السائل ما أريده، أريد بس البلوعات. البلوعات هي عندي راح تكون بارا نايترو أستنى، وهذا الذائب بالوش the salt on the filter paper with cold water dry the solid weigh it and record its seal. اكو واحد عنده سؤال ريكستايزيشن، كنا البلوعات حتى لو ذابت مو ترجع هذا اللي يذوب بالسولفنت واوثو نايترو استنولايد، اللي يبقى المادة الصلبة هي حتى لو تبقى مذوب تماما هي ايش راح تكون؟ هي بارا نايترو استنولايد، واسوي لها فلتريشن واحتفظ بالبلورات الاسبوع القادم. لا عندي ايش راح اشتغل؟ الوزن الويت اوف بارا نايترو استنولايد اناقصه من ورقه الترشيح ورا ما يجف واسجله. المالتيك بوينت ما نشتغل هالمالتيك بوينت. Approximately expected yield is 4 gram مثلا. The melting point of bar natto astanad is 214. واضح طلاب؟ هسه منو عنده سؤال حتى نبلش من البداية ورقة ورقة؟ من طريقة العمل افتهمتوها؟ يا دكتورة ما جات كل شيء. واحد عنده سؤال خليه يسأل، لأن حتى امتحان بهاي كلها اختيارات طبعا. اجيب لكم اياها. يعني ما دا اسمع اختيارات، هاي كلها اختيارات، فانا ما دا اشرح لكم وين، دا اعطيكم السؤال والجواب، السؤال والجواب حتى تعرفون من اجيب الاختيارات تعرفون الحل. يعني اكو واحد عنده سؤال هنا مثلا عندكم هاي المعادله على البنزين نايتريتنج ميكستشر، شنو اقول لكم؟ اعرف النايتريتنج ميكستشر، يقول هو حامض النتريك زائد ال H2SO4 يتكون HNO2 هو مصدر جيد للنيترونيوم ايون، وهاي ما مطلوبة عندكم بالنظر. عندكم هاي الأسئلة، ليش ال addition of nitrating mixture the temperature of the reaction mixture should not raise above 10. لأن إذا حامض مركز، حامض مركز عندك دا تضيفها، والسولفنت هم حامض مركز، فترتفع درجة الحرارة رأسا تصعد الإضافة دروب باي دروب. ليش؟ لأن يصير داينات ريتنج غير موقع، بالموقع وغير موقع يصير، فأنا أريد بس بالموقع بارا، ما أريد يصير عندي أرخص. فدرجة الحرارة ما يصير من نضيف النايتريتنج ميكستشر هو عبارة عن حامضين، ذاك الوسط عندك استنلايد وبي جليشال أسيتيك أسيد وبي هم H2SO4، ترتفع رأسا تطفى. فالإضافة عن ليش بدنا ناخذ كميات قليلة حتى ما تدبروها، يضيفون ثلاث دفعات، الثلاث دفعات الإضافة لكل ثلاث دفعات. و addition of fuming nitric acid should be done drop wise. ليش drop wise؟ لأن عندي ال nitrating mixture is extremely reactive فعال، we add slow in order to keep the nitronium ion concentration low، تركيز النيترونيوم يكون low نريده، and avoid polynitration. Avoid polynitration البلمرة، مو يتبلمر رأسا. Cold temperature slow down the reaction rate. أنا الوسط البارد عندي خفض من الرياكشن مال التفاعل حتى ما يصير سريع يطفو، فهذا التبريد شو يسوي؟ يحافظ على الريت. Cold temperature slow down the reaction rate and also help avoid over nitration. واضح طلاب هذا؟ بس ركزوا لي على هاي الشغلات هنا. ليش اعيد لكم اياها؟ ليش هنا
major لغك هندرنس إعاقة فراغية، فما راح يتكون هنا عندك هنا NHCOCH3 وهنا NO2 إعاقة فراغية، فما يتكون هذا يكون 10% وهذا يكون 90%، ماكو إعاقة فراغية مباشرة، كثافة إلكترونية تدخل بالموقع بارا. واضح طلاب؟ وش عندكم بعد؟ ها هي بعدين الجزء الثاني من التجربة، اكو الجزء الاول هو انيلين، هي عبارة عن المركب هذا مالتي انيلين وحولته للاستنلايد، سويت له اسيليشن سي او سي اتش 3 مجموعة اسيل يسموها، سويت له اسيليشن بالاسيتيك انهايدرايد، أستك أنا هذا جزء لاغي، هو هذا يبدي من البداية يسوي له بالأستيك أنهايدرايد أسيليشن، بعدين يفعلوه بالنايتريتنج ميكسشر يعطيني ناترونيوم بالموقع بارا، بعدين يرجعوه أنيلين. هو الأسبوع القادم نرجع هذا المركب أنيلين نسوي له هيدروليسيس. نرجع أنيلين، هو المطلوب هو أنيلين نايتريشن على الأنيلين، فهذا كله بحث علمي، يعني بحث علمي. فسويت أنا حميت المجموعة، سويت أستنلايد، سويت أسيليشن حتى دا أحمي الـ NH2 لأن فعال أنيلين فعال، فأحبي أسوي أسيليشن. هذا أنتو نقص مفروض نسوي أسيليشن على الأنيلين، بس ما عندنا مواد ويطول الوقت، فمختصريها أصلا ماخذين الأستناد نسوي له نايتريشن وبعدين نسوي له هيدروليسيس، نرجع أنيلين، نرجع أنيلين يصير نايتريشن أون أنيلين، يرجع جزء الجزء الأسبوع. أكو واحدة سعد سؤال حتى عسر إعدام أشياء بس الرابط الثاني والثالث ما في أشياء وبنتهم ماكو. شنو يا رابط الثاني؟ الثاني والثالث اثنينهم. لا كلهن مشيرتهم، كلهن مشيرتهم. دكتور الثاني استوي تفصل يعني ماكو. راح الشير وراح الصوت. راح الشير وراح الصوت وإحنا خلصنا. خلصنا بس دا أعيده أعيده حتى بعد عندي وقت، دا أعيد لكم يا التجربة بعد عندي هواي وقت، يعني ما أدري شلون انقطع الاتصال. اي نعم دكتورة، دا أعيد لكم يا حتى من تقروا وانتو مثل شي فاهميه طريقة العمل، أعيد لكم يا بصورة بسيطة. بيكر ناخذ المركب الأستنلايد نذوبه بحامض هو جليشال أسيتيك أسيد، واضح؟ هذا أول خطوة. بعدين نحضر تيست تيوب نايتريتنج ميكستشر، هو عبارة عن حامض النتريك والH2SO4. بس أول خطوة ذوبت الأستنلايد ببيكر. الخطوة الثانية أحضر نايتريتنج ميكستشر هو NHNO3 زائد الH2SO4، واضح؟ الخطوة الثالثة أضيف للبيكر الأول H2SO4، هذا ذوبت بي الأستنلايد، أضيف له فقط H2SO4 والإضافة تكون بالثلج، إضافة هي هزجت تطلع نص نص مل، بس عندك هنا نص مل بنص مل وهنا واحد بواحد، نص مل 3 دقائق 5 دقائق لا صعب عندكم ولا فتشي، نص بنص إضافة 3 دفعات على كيفك، تقطر 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 وتتم. وهنا الـ H2SO4 هم تاني يطلع 2 مول جوز، هسه احسب لكم اياها 2 مول دروب باي دروب to the conical flask containing astenolide and glacial acetic acid. Place the conical flask in a freezing mixture تحت الثلج. بعدين هذا البيكر البيناتريتنج ميكستشر اضيفه على اللي ذوبته، الإضافة هم أعطيني شقد يعني 1 مول اللي عندي شقد هناك يطلع هناك تقريبا 2 2.5 مول،
واحد مول اثنين ونص مول ثلاث دفعات وتحت الثلج ودرجة الحرارة لازم تراقب بالمحرار ما ترتفع عن 10، بس على كيفك كنت حتى لو ماكو محرار على كيفك تقطر تقسمها قطعات قطعات لمدة 5 دقائق، قسمها كل دقيقة كم قطعة، كل دقيقة كم قطعة، كل دقيقة كم قطعة. Remove the conical flask from the freezing mixture. بعد ما كملت الإضافة أرفعها من الفريزنج ميكسشر وتركه لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، بعدين أصب على بيكر بثلج وأرشح وأغسل الراشح وتتفضلون. عندنا ريكريستلايزيشن، إحنا ما نريد الأورثو ناتو أستنرد، نريد فقط البار ناتو أستنرد. هسه حضور طلاب، الحضور بالقلاس القديم، هسه الكل الحضور بالقلاس.